سمية الخشاب حلت اللغز وكلمة السر عليك هدوم. تعالوا نعرف ايه الحكاية وهدوم سمية الخشاب بتروح فين. ظهر الفنان احمد سعد في حفلته الاخيرة في موسم جدة بالسعودية بلوك غريب غير المتعود عليه الجمهور العربي، فكان لابس تيشيرت شبك شفاف فوقه بليزر كات. مش بس كده، ده كمان كان لابس حلق في ودنه الشمال. وطبعا الجمهور ماسكتش والتعليقات نزلت ترف على لبس احمد سعد في الحفله، فاللي قال ايه اللي انت كنت عامله في نفسك ده يا فنان؟ نسيت ان وراك حفله وصحيت من النوم؟ شديت هدوم ام العيال ولبستها وطلعت على المسرح ولا ايه؟ واللي علق وقال احنا بقينا في زمن التشبه بالنساء، واللي قالت هو الشراب الشبيكه بتاعنا عملتوا منه بلوزات رجالي وطلعتوها كمان موضه؟ هنام ازاي انا دلوقتي بعد ما شفت راجل متقمص شخصية سندريلا؟ واللي كتب ليه سمية الخشاب ما خدتش حاجتها بعد الطلاق؟ واللي الناس ما تعرفوش ان لوك احمد سعد اللي قريب من اللبس الحريمي ده معدي 60,000 جنيه، ثمن التيشيرت الشفاف ده 17,000 جنيه تقريبا، والبليزر كات 44,000 جنيه. وبصراحة احمد سعد مش اول فنان عربي يطلع بتقليعة غريبة زي دي، فعملها قبله اخوه عمرو سعد لما اتصور لابس تيشيرت اسود شيفون شفاف وعلى رقبته عقد لولي. ومن سنتين محمد رمضان طلع في حفلة من حفلاته لابس برضو تيشيرت شبك شفاف، ووقتها تهاجم جدا من الجمهور اللي شاف ان ده تقليد اعمى للغرب. حتى ويجز اللي متعودين منه انه يظهر بلبس مش مفهوم لدرجة ان الناس سموه ابو التقاليع، ظهر قبل كده بتيشيرت اسود شفاف وكمان مطرز بترتر اسود. والفنان المصري احمد مجدي نشر صورة ليه قبل كده من فترة على حسابه على الانستجرام لابس فيه تيشيرت شيفون شفاف. وطبعا لان كيد النساء غلب كيد الشيطان، فسمية الخشاب قررت ما تفوتش فرصة زي دي الا ما تطلع ترند، وتطلع طليقها احمد سعد المسرح وهي حاطة رجل على رجل. فكتبت سمية الخشاب على تويتر تغريدة قالت فيها عليك هدوم سعد، والجمهور تفاعل معاها جدا. فما اكتفتش بكده، راحت نازلة عليه بقلشة كمان، وكتبت تغريدة وقالت وانا اقول لبسي راح فين. وعلق الجمهور على تغريدات سمية الخشاب، فاللي قال سمية تضرب ولا تبالي، واللي قال سمية تضرب بيد من حديد، واللي كتب يكفيك شر قلبة الاكس اللي عاملة زي سمية الخشاب، واللي قال لها هنسميكي سمية الكياد، الحمد لله الذي عافانا. بس ده ما منعش سمية من القلش على احمد سعد في تغريدتها، ولكنها اكتفت المرة دي بتغريدة عبارة عن ايموشن بيضحك، وكتبت جنبه مش قادرة. انت بقى قولنا ايه رأيك في اللوك ده، وهل ممكن نيجي يوم نصحى الصبح نلاقي الشباب لابسين اللبس ده عادي في الشارع؟